مالك يا هشام؟ عمال افكر من امبارح في موضوع العمليه دي. مشكله انها 100,000 دولار، يعني 600,000 جنيه. هنجيبهم منين؟ ما انا عارفه يا حبيبي، ان شاء الله ربنا عالم بالحال، كل حاجه هتتضبط. انا هبيع العربيه، هيتجيب يعني حوالي 50-60 ألف جنيه مش اكتر. وانا هكسر الوديعه اللي كان بابا عاملها لي الله يرحمه، هتجيبي 90,000 جنيه على شبكتي وشويه الصيغه اللي عندي، يعملوا 50,000 جنيه تانيين. هتبيع شبكتك؟ طيب ادي 50 و50 و90، يعني حوالي 190، يعني قولي 200، يعني هيبقى فاضل 400,000 جنيه لسه. انا هبيع الشقه. ايوه، مفيش حل تاني. الشقه ممكن تجيب لها بتاع 300,000 جنيه، ونروح نسكن عند بابا بشكل مؤقت، يعني لغايه لما ربنا يفرجها ويحلها من عنده. هو حل كويس، بس بالشكل ده احنا حياتنا اتدمرت خالص. حياتنا ولا هايدي؟ اكيد هايدي. يبقى خلاص ما تفكريش في اي حاجه دلوقتي الا هايدي وبس. بس كده هيبقى فاضل حوالي 100,000 جنيه يا هشام لسه. انا ممكن اخد من بابا 30,000 جنيه، وانا ممكن اخد 20 من ماما انا كمان. يبقى اللي فاضل كده 50، اللي فاضل كده 50,000 جنيه. ايوه يا حبيبي، ان شاء الله ربنا هيفكها من عنده. يا رب. هو عالم بينا. يا رب. انا ما حلتش حاجه تاني، والله والله ما حلتي حاجه تاني. حبيبي احنا كده قربنا على المبلغ اللي الدكتور عايزه، وان شاء الله ربنا هيفرجها. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، اكيد في حل، اكيد في حل، بس احنا عشان متوترين فالحل مش جاي في دماغنا. ان شاء الله خير يا حبيبي باذن الله. اطلع بس انت ارتاح شويه عقبال ما اجهز لكم الاكل. يلا عشان خاطر. وانت فاكره ان ممكن حد يجي له نفسي ياكل؟ هطلع بره اشرب سيجاره. إلى السيد رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، تحية طيبة. هذا طلب مقدمه لسيادتكم المقدم هشام توفيق مدكور، ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة، ولكنني لا أتقدم بهذا الطلب بصفتي المهنية، وإنما كمواطن مصري. مواطن مصري ضاقت به السبل، وهو يرى ابنته الوحيدة عاجزة عن الحركة وفي انتظار إجراء عملية جراحية بالخارج سوف تتكلف 600,000 جنيه. وقد حاولت جاهدا تجميع هذا المبلغ، وليس لدي أي مورد آخر غير مرتبي، مع العلم أنني أفنيت كل عمري منذ أن تخرجت من كلية الشرطة حتى الآن في خدمة الوطن والحفاظ على أمني وتحقيق العدالة. فابنتي مواطنة مصرية في عمر الزهور، وردة تتفتح وفي حاجة لمن يرعاها ويحميها. مع الأسف أصبحت عاجزا عن حمايتها، وأطلب العون من سيادتكم مع خالص أسفي، لأني لم أكن أتخيل أن أطلب هذا الطلب من قبل، ولكنني أطلبه رغم عزة نفسي التي تمنعني
ولكن قلبي ينفطر كلما رأيتها هكذا، ولذلك أطمع في كرم سيادتكم أن تتفضلوا وتوافقوا على علاج ابنتي على نفقة الدولة. ما صابكم الله مكروها أبداً، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام هشام مدكور.